رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم، بنقول ان بالعلم والبحث العلمي بترتقي اي دوله الحقيقه. والنهارده بالذات زي ما نوهنا في بدايه الحلقه بنتكلم عن المركز المصري للمعلوماتيه والحيويه الجينوميه. ده مركز في جامعه الزقازيق، وهو اول مركز على مستوى الشرق الاوسط، في منه في جنوب افريقيا وبعض بعض المراكز في دول افريقيه. وبدايته طبعا كانت في امريكا ثم بعض الدول الاوروبيه. زي ما قلنا ان هو حاجه مستحدثه في مصر وفي الشرق الاوسط كله، فحابين النهارده ناخد فكره اكتر عنه، خصوصا ان هو بيخدم العديد من كليات الجامعه. فخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو واللي هيكلمنا عن المركز، الاستاذ دكتور احمد منصور الزهيري، رئيس قسم الوراثه بكليه الزراعه جامعه الزقازيق ومؤسس المركز المصري للمعلوماتيه الحيويه والجينوميه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. يعني عايزين ندي للمشاهد الاول فكره عن المركز بصفه عامه، ويعني ايه المعلوماتيه الحيويه والجينوميه. تمام. هو ده ترجمه بتاعت كلمه بايو انفورماتكس اند جينومكس، فاحنا حاولنا نترجمها بالعربي معلوماتيه حيويه وجينوميه. فالمعلوماتيه الحيويه ده علم واسع كبير بيشمل كتير من التخصصات الطبية والصيدلية والزراعية، يعني أي ما كل ما يتعلق بالبيولوجي، الناس المهتم بالبيولوجي سواء كانت زراعة، علوم، طب بيطري، طب بشري، كل حتى يعني صيدلة، هكذا كل ما. وبالعلم المعلوماتية اللي هي الانفورماتكس. انفورماتكس مقصود بها حاسبات ومعلومات، مقصود بها كلية هندسة قسم حاسب، مقصود بها كلية علوم قسم حاسب وهكذا. فبالتالي هو بيشمل علوم لها أو باحثين لهم خلفية بيولوجية زي الطب والزراعة والطب البيطري والطب البشري وغيرهم، وجزء المعلوماتي، وجزء المعلوماتي اللي هو خاص بالهندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم حاسب وغيرها. فهو بيشمل علمين بعاد قوي، او كنا نعتقد زمان ان هم بعاد قوي عن بعض، لكن في الحقيقه هم ارتبطوا، او يعني كل هذه العلوم اندمجت في علم واحد اسمه البايو انفورماتكس. ارتبطوا. طب يعني لو عايزين نعرف برضو ايه هي جهه الربط او الوصل بين العلمين. تمام. هو المعلوماتية أو الجزء الخاص بالمعلومات هو بيتعامل معلومات عنده، سواء كان هذه المعلومات خاصة بمعلومات تجارية أو معلومات كده، وبيصمم لها برامج. فكان الحاسبات والمعلومات أو كلية هندسة قسم حاسب بيتعامل مع المعلومات، نوعية المعلومات اللي بتجيلها، وبيصمم لها برامج وبيصمم أجهزة عشان الكمبيوتر يتعامل معاها. دلوقتي لا، المعلومات عندنا طلع من التجارب البيولوجية معلومات أكتر من كده، بتطلع من التجارة ومن الحاجات دي، بقت معلومات اضخم بكتير واكتر بشكل كبير جدا. بعد ما اتعمل مشاريع ضخمه قوي في مجال البيولوجي زي مشروع الجينوم البشري ومشروع مشاريع كبيره جدا في الطب وغيرها، اصبحت كميه المعلومات ضخمه قوي البيولوجيه. فابتدى الجزء بتاع المعلومات يتناول او يبدا يصمم برامج واجهزه حديثه تتناسب مع هذه المعلومات الجديده اللي هي المعلومات البيولوجيه، زي معلومات اللي جايه من مشاريع الجينوم ومشاريع الفيروس ومشاريع البلانت ومشاريع الضخمه بتاعه البيولوجي دي، وكل الحاجات اللي بتبقى يعني دي افيلبل بره بنقدر ان احنا نوصل لها من خلال المراكز دي. كل هذه المعلومات بتحط في قواعد بيانات كبيره جدا ضخمه. وبتبدا هذه البرامج تتعامل مع قواعد البيانات دي، او الباحثين يتدربوا عليها عشان يجيبوا هذه المعلومات ويبداوا يتعاملوا معاها بشكل بسيط ويستخلصوا منها معلومات تفيدوا في ابحاثهم. تمام. يعني انا مش ببقى مرتبطه كمان بالمنهج المحدد مثلا، ممكن يكون بقاله اكتر من سنين، لا انا متابع اب تو ديت لكل حاجه جديده موجوده على شبكه المعلومات. بالظبط. وديت المشكله بتاعتنا، احنا لازم نبقى اب تو ديت على طول. عشان كده بنعمل كل سنه دوره دوليه 3 شهور نتعاون معها في مع 56 دولة على مستوى العالم كل سنة 3 شهور. تبدأ السنة دي في 2018 في شهر 9 لشهر 12، بنجيب 20 باحث من على مستوى مصر وبنبدأ ندربهم على أحدث حاجات في العالم. وإحنا بقالنا 3 سنين ماشيين في هذا الموضوع، كل سنة بندرب على أحدث حاجة وبياخدوا شهادات دولية. دي دورة مجانية لمدة 3 شهور بنعملها في المركز عندنا، ونبدأ ندربهم على أحدث حاجات موجودة في العالم، وإزاي يخشوا على قواعد البيانات، ازاي يتعاملوا معاها، ازاي يجيبوا احدث معلومات، ازاي يتعاملوا معاها وهكذا. ومين اللي بيعتمد الشهادات الدوليه؟ ال ان اي اتش اللي هي وزاره الصحه الامريكيه، والمشروع اللي هو بتاع افريقيا اللي بيدرب الناس. احنا معانا مشروع دولي كبير. تمام. اللي احنا مشتركين فيه مع
الدول دي كلها واحنا جزء منه. وعن طريق هذا المشروع عملنا المركز بتاعنا اللي هو المتخصص في جامعه زازي. يعني هو الترابط الدولي، وان انا ازاي بيبقى في تواصل مع الدول المختلفه والمراكز المناظره في الدول المختلفه، ده طبعا بيفيدني كتير ان انا يبقى عندي كل حاجه اول باول. طبعا تمام. طب لو هنتكلم على الجزء الخاص بالزراعه قد ايه بيفيد طلبه؟ بس كمان عايز اضيف عن اللي انت بتقوليه ان ده بيخليني اب تو ديت كل سنه مع اللي موجود في العالم. يعني النهارده اللي احنا بنعمله في مصر او اللي بندرسه في مصر هو اللي بيدرس في العالم. الدوره الدوليه دي بيدرس فيها متحاضرين دوليين، والحمد لله يعني انا واحد منهم في مصر، لكن هو بقيه المحاضرين كلهم من انحاء مختلفه في العالم. وبيدرسوا اب تو ديت للطلبه اون لايف، يعني هو كل يوم المدرب بيدرس من والدول الطلبه في الدول المختلفه او في كلاس رومز المختلفه بتسمع المحاضره لايف، وبتسال المدرب وتتبادل معاه المعلومات ويرد عليهم. وبياخدوا برضه الامتحان زي فيديو كونفرنس. تمام، فيديو كونفرنس ده في التدريس. والفيديوهات بتتسجل وبتروح للطلبه وبيدرسوها وبعد كده بياخدوا امتحان فيها. في الداتا اللي موجوده فيها بياخدوا امتحان ام اس كيو على اونلاين وهكذا. وبنعمل الدوره دي بقى لنا 3 سنين، وبنختار ناس على مستوى الجمهوريه كلها. هما بيبقى 20 كل سنه؟ 20 25. طيب. اللي بيجي لنا مهتم من على مستوى الجمهوريه بياخد هذه الدوره وبياخدوا شهاده في الاخر معتمده من الـ NIH. طيب احنا معانا يعني بعض الصور دي، صور خاصه بالمركز. دي المكان اللي قبل ما كان قبل ما بنبني المركز، عشان ده المركز بقى هو الدور العلوي اللي فوق. ابتدى بعد كده ده المركز. طبعا كان الفكره، كانت بدا في ايام الدكتور حسن ربيع. كان عميد كليه السابق، ثم الدكتور عبد الحكيم نور الدين عميد بعد ذلك اللي هو نائب رئيس الجامعه حاليا. وابتدى يعني ادانا المكان اللي احنا عملناه وصممناه وكده. وابتدى بقى له 3 سنين تقريبا. احنا من احنا بعتنا الاعتماد، احنا بقى لنا 5 سنين، احنا بقى من 11/11/2011. 11 يعني 7 سنين. قربنا من 7 سنين. ابتدينا نعمل فين ده، نعمل شبكه وهكذا. دوت الصوره دي بتبين ارتباط ال بالظبط ان هو الباي انفورماتكس بيبني بين علوم مختلفه، بيبني هو بيلدينج بريدجز، يعني بيبني كباري بين علوم مختلفه. انا فعلا لقيت اكسبريشنز خاصه بحاجات مختلفه بالظبط يعني. فهو بيربط ما بينه، وهو بدا من مشروع الجينوم ومشروع الانكو. دي مشاريع كانت ضخمه جدا في البيولوجي، طلعت كميه ضخمه جدا من الداتا او المعلومات ديت، كان محتاج نتعامل معاها بقى بشكل احترافي ونبدا ننظمها ونستخلص منها حاجات جديده وهكذا. ده مشروع زي مشروع كونكتومكس ده في 2013 وهكذا. طبعا الاعتراف بينا، احنا بدانا نقدم لجان القطاع تبدا تزورنا او تعرف ايه القصه بتاعتنا بنعمل ايه. بعد في 2013 يعني احنا كنا لسه بادئين نعمل الحكايه. اول انا كنت في امريكا، رجعت في بعد 2011 عشان نعمل عمل هذا المركز. قلت يعني عايز انقل مصر. كانت ولا زياره يعني؟ لا انا كنت بشتغل في يو اس اي في وزاره الصناعه الامريكيه، وكنت هناك يعني بعد ما يعني خلصت الثوره قامت بسنه، قلت اجي مصر ونعمل حاجه، يعني نبدا بقى حاجه جديده في مصر تبقى على نفس النهج بتاع العالم. ونمشي على الحاجات الشغاله. فابتدينا نشتغل فيها. طبعا علينا في الاول كانت طبعا الامور السياسيه ده المارو بتاع ال نرجع لا ممكن نرجع صوره نرجع صور ماشي. دوت اول فكره اللي هو ايجيبشن سنتر، ده كان حلم عايز اعمله ومن ساعتها يعني من 2011. ما هو ما اعترفش بينا غير في 2018، احنا شغالين 2011 على الارض. لكن لم يتم الاعتراف الا من شهر، قبل شهر رمضان بيوم اللي فات ده. فهم ما اعترفوش بينا كمركز، ووافقوا اخيرا على الاسم، لان كانوا معترضين حتى على الاسم الايجيبشن سنتر. فقالوا يعني المركز المصري للمعلومات الحيويه والجينوميه. طب وايه المشكله في الاسم؟ الاسم قالوا المصري. طب انت تعمله في جامعه الزقازيق، ليه ما تسموه مركز الزقازيق للمعلومات الحيويه؟ فكان هدفي ان انا اعمل مركز في مصر يمثل مصر. البوينت ان انا يبقى عندي المركز موجود في مصر ولا اعمل منه فروع. انا كان هدفي نعمل زي ما موجود بره. ما موجود في واشنطن اسمه الناشونال سنتر، ما بيسموهوش مركز واشنطن لكذا. وهو في فروع في الجامعه، فانا كنت عايز اعمل مركز لده معلومات. فاحنا عايزين نعمل مراكز في الجامعات المختلفه تبقى مرتبطه بسنتر رئيسي وتبقى شبكه، لان هو ده الغرض.
يبقى المركز المصري مش الزقازيق بس، لما في القاهرة وكده. وكان الهدف ده بدأ بالتدريب، احنا كنا بندرب ناس من كل الجامعات، وبروح جامعات في من خارج جامعة الزقازيق. طبعا انا كنت بروح بنفسي وفريق العمل، وجينا هنا جامعة قناة السويس ودربنا ناس، وبروح جامعات اخرى ندرب ناس، وهي الطاقة الذرية نروح ندرب ناس، بنروح في كل مكان عشان نعمل مراكز في كل حتة، وكلنا نرتبط ببعض، يعني كلنا نبقى زي شبكة كبيرة بالظبط. وعملنا بالفعل شبكة كبيرة، اول دي حاجة اتقامت على الارض، شبكة على الفيسبوك الاول، بعد كده ابتدى تبادل المعلومات، مين شغال يا جماعة في الحتة دي ومين شغال في الحتة دي، عشان نبقى ما نعيدش شغل بعض، وعشان نفيد بعض، لان كان في اهدار للوقت والفلوس والحاجات كتير قوي، لان ما حدش كل واحد فينا بيعيد شغل التاني في حتة بالزبط. هو ما فيش حاجة تربط، وفي بعض الحاجات اللي محتاجة يبقى في رابط او شراكة ما بين قطاعات مختلفة او اماكن مختلفة بالظبط. وده اللي بيحصل، عشان كده انا تلاقيني مشرف، انا استاذ في كلية الزراعة قسم الوراثة، مشرف على رسائل في كلية الهندسة وماجستير، ومشرف على رسائل اخرى في كلية حاسبات ومعلومات، وبدرس فيها الكورس دوت، وناس تانية مشتركة معايا من كلية علوم، وناس الرسائل بقى انفورماتكس حلاوتها، او لما بتخش الكلاس روم بتلاقي قاعدين قدامك ال 20 واحد او 30 واحد اللي عندك في الكلاس، اللي من كلية هندسة وكلية صيدلة وكلية حاسبات وكلية علوم وكل، فبتبقى عندك فرايتي من الاودينسز اللي هو يعني كل المشاهدين او المستمعين ليكي، طلبه كل واحد خلفيته الباك جراوند بتاعته مختلفه، بس كلنا بنفكر في نفس المشكله، كل واحد من الزاويه بتاعته. يعني مثلا فيروس سي، يعني هو احنا بنناقش حاجه واحده، لكن كله بيشتغل، كل واحد بيشتغل بالتول بتاعته، بالوسيله بتاعته او بتولز الحاجات اللي هو متمكن بيها. يعني مثلا عندنا مشكله زي فيروس سي، بتاع طب بيقول لنا الفيروس سي ده بيعمل ايه في الجسم، فبتاع صيدله نفكر معاه طب نوقفها ازاي، عن طريق ايه العلاج. طب هو مش عارف الماده كويس، بتاع علوم يساعدنا، طب الماده الكيماويه دي نجيبها، ايه الماده اللي ممكن تعمل يوقف الفيروس ده. بتاع زراعه يقول طب الماده دي موجوده في النبات الفلاني، انا ممكن ازرع اجهز لكم النبات ده واستخلص لكم منها الماده دي. بتاع صيدله يعملها دراج، وبتاع طب يديها للعيان ويشوف تاثيرها وهكذا. فمحتاجين ده وده وده. بتاع حاسبات ومعلومات بيجمع لنا الداتا دي ويحط لنا البرنامج اللي احنا بنعمل بيه اناليسيس وهكذا. فكلنا بنقعد على ترابيزه واحده زي الترابيزه دي، وبنتناقش في قضيه معينه ونبدا كلنا نحلها. هي معلومات بنتبادلها، وكل واحد بالتولز بتاعته بيبدا يسخر التولز بتاعته ويحلها. طب كفيدباك للبروسيس دي بقى، يعني هل في مشكله معينه تناولناها ولما تعاملنا معاها بالطريقه دي لقينا في اختلاف كبير، او لقينا ان في يعني واضح ان في تحسن في الخروج بالنتيجه النهائيه؟ كتير الباحثين كل واحد بقى عنده مشكلته بيبدا يتعلم مننا التول، وهو يبدا يعالج مشكلته بالتولز اللي احنا اديناها له. انما باحثين كتير وعملوا ابحاث وشغالين بيها لغايه دلوقتي، ودلوقتي يمكن لا يخلو بحث في العالم في البيولوجي الا لما تبقى في جزء كبير بايو انفورماتكس معمول، وفي ابحاث طلعت عندنا كتير، واحنا الحمد لله نشرنا اكثر من بحث في مجله الساينس الامريكيه، دي اعلى مجله في العالم، ومجله والتدريب حتى بتاعنا اللي احنا بنعمله في مصر خارجه من المركز المصري واتنشر، حتى التدريب اللي بنعمله السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها اتنشر في مجله الجينوم ريسيرش، في مجله عاليه جدا باكت فاكتور 13، ودي من المجلات العاليه، وحتى انشاء الشبكه بتاعتنا على مستوى افريقيا نشر في مجله الساينس اللي هي اعلى مجله في العالم، 34 امباكت فاكتور بتاعها، فنشر الشبكه ونشر فيها المركز بتاعنا بالاسم، الكلام ده قبل ما لجنه القطاع تعترف بينا، يعني احنا كنا شغالين وبننشر لسه عندنا شويه روتين خدت وقتها، بس الحمد لله رمضان اللي فات كان الخبر السعيد. رمضان اللي فات يعني احنا بنتكلم في 6 سنين وشويه يعني. طبعا يمكن 7 11 يعني. طيب انا عايزه برضو اتكلم في الجزء الخاص كمان بتخصص حضرتك، قد ايه المركز افاد في ده، وشايف الوضع في مصر يعني ازاي ان احنا نقدر نحسن اكتر من البيئه الزراعيه في مصر؟ هو انا تخصصي زي ما حضرتك بتقولي انا وراثه وهندسه وراثيه، وانا رئيس القسم حاليا، لكن كان شغفي بالعلم الجديد ده من اول ما سافرت بره واشتغلت فيه، لان لقيت هو ده التوجه اللي العالم ماشي فيه، فابتديت اخش وكمان بقيت متميز فيه بره، يعني كانوا حتى بيستعينوا بيا في شغل معاهم بره فيه. لما جيت كان هدفي ان انا انقل مجال الجينومكس والبيو انفورماتكس ده لمصر،
بعد الثوره، ولانه ده المستقبل اللي جاي لابحاث كتير قوي زي ما قلت لحضرتك، في صحيح. مش في الزراعه بس، صحيح. زراعه، طب. بالمناسبه انا لسه الاسبوع القادم باذن الله هبدا مع الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه دورات للاطباء اللي موجود في مراكز الابحاث اللي موجوده في مراكز الصحه العالميه. السنه اللي فاتت كنت مع بتوع هيئه الطاقه الذريه وعملنا معاهم سلسله قويه جدا من الدورات وكده السنه اللي فاتت وهكذا. فكل فتره، وهنا في طب اسماعيليه كنت من سنتين وعملت معاهم مجموعه كبيره من الدورات 6 مستويات، عملنا مجموعه من المستويات تدريبيه وتدريسيه حوالي 24 مستوى لغايه دلوقتي. كل مع فتره مع نفس الجروب، يعني احنا بنعمل، ابتديت اعمل دورات تدريبيه تعليميه عشان ترتقي بمستويات الناس، يعني مش بس يبقى مركز بحثي بس، ولكن كمان ادرب الناس يعني ايه بايوانفورماتكس، يعني ايه يشتغلوا فيها ازاي، يعني ايه يتعلموها. فعملنا مناهج وكورسات وكده وبنطور فيها كل سنه، وبنطلع مدربين عشان المدرب ده يرجع جمعيته تاني يدرب عنده، يبقى عنده هو. يعني الليفلز هي بتبقى مجموعه معينه وبتبتدي تبدا معايا الليفل ليفل لحد ما توصل للمستوى السادس، لغايه تي او تي، لغايه تي او تي، لغايه 26 مستوى، 24 مستوى. المدرب مثلا اللي وصل، لو وصل لغايه 12 يبدا يبقى مدرب. عايز يرتقي بيسموها تي او تي ليفل 1، في عملت تي او تي ليفل 2 اللي عايز يرتقي اكتر، وفي ليفل 3 اللي عايز يرتقي اكتر ياخد 6 كمان وهكذا. فكل لما بيطلع حاجه جديده في العالم بجيبها واعملها على شكل كورس وادخلها في الكورسات بتاعتنا. فعملنا وحده تدريب، يعني يمكن لو تشوف في الصوره تشوفي وحده تدريب، وعملنا مركز، المركز خدمي وبحثي، يعني بيخدم الناس في الباحثين وكده، ووحده التدريب دي لتدريب الناس. فبيجي لي ناس من القاهره، من اسكندريه، من قناه السويس وكده، بمرنهم ويرجعوا جامعاتهم يدرسوا ويعملوا في الجامعات. وفي ساعات احنا بنروح بالفريق بتاعنا واروح ادرب في جامعه مثلا، لو هم يجيبوا لي الناس وابدا ادربهم وليكن يوم في الاسبوع. يعني هنا مثلا ده من الصور دي من جوه المركز، تمام. دي كنا لما كنت، دي كانت لجنه القطاع البايو تكنولوجي، كانت جايه تشوف ايه احنا بنعمل ايه. فكنت بشرح لهم ايه المركز، او ايه الكلام ده من زمان خالص، يعني دي من 2013، دي 2013 يعني من حوالي 5 سنين، شهر 2 ما ابتدينا نجيب الناس، يا جماعه تعالوا احنا بنعمل حاجه كويسه جديده على مستوى مصر، وعندنا مكان اهو، وعايزين نجيب نعلم الناس وكده. فكانوا بيجوا يستمعوا الحقيقه لينا وكده. بعد كده اللجنه، لقينا اللجنه دي ودتنا اللجنه الثانيه، واللجنه الثانيه وهكذا وهكذا. احنا كنا عايزين لجنه 7 سنين 7 سنين لغايه ما لسه في رمضان اللي فات انا فوجئت، انا كنت خلاص يعني نسيت الموضوع. احنا شغالين على الارض، يعني على الارض احنا كنا شغالين، احنا بندرب الناس ويجي الباحثين ومرنهم ويمشوا وهكذا، ومشغلين في زي ما احنا شغالين. لكن الرسمي ما كانش حد يعني ما حدش قال لنا ازيكم. فوجئنا لقينا بجواب جاي الدكتوره ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعه ربنا يكرمها، لقيتها بعتها لي جواب بتقول تعالى دكتور احمد الف مبروك، هي لسه متعينه نائب فمشت الامور شويه، فقالت لنا الف مبروك. هي يعني هي اللي سعت للموضوع ان هو يتم الاعتراف طبعا. دكتور رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه قال لها تابع الدكتور رئيس الجامعه الحالي ونائب رئيس الجامعه، قالوا الموضوع بتاعك، قلت لهم انا بقالي سنين في الموضوع ده، فلو سمحتوا اسالوا المجلس بتاع الجامعات او قولوا له. طب هو مين اللي تحمل التكلفه يعني من البدايه، من ساعه ما بدانا؟ حضرتك بتتكلم في مركز وبنتكلم في ان في كمان وحده تدريبيه واجهزه، صح. وفي بحث بشتغل عليه، فكل دي محتاجه امكانيات كتير، صح. احنا عشان كده كنت شغال في المشاريع مع الجانب الاوروبي امريكي، اول ما جيت انا جاي من بره ومعايا مشروع لعمل شبكه في البايو انفورماتكس على مستوى افريقيا، تمام. وانا قلت لهم انا عايز اعمل نود في مصر، شبكه يعني فرع او يعني وحده في مصر، فقالوا طيب وندرب الباحثين. فكان معايا فند نبدا بيه ندرب الناس ونبدا نجهز تيم صغير. فاول ما جيت من بره ابتديت قلت للاستاذ العميد ساعتها، قلت له لو سمحت دكتور حكيم نور الدين، قلت له اللي هو ماسك دلوقتي نائب رئيس الجامعه، قلت له لو سمحت عايز مكان ابدا فيه وانا هتولى، اديني مكان فاضي بس وانا هتولى